المهندس اشرف حلمي رجع لنا تاني، مدير مديريه الطرق والكباري محافظه القاهره. مهندس اشرف، ببدا بسالك تاني على قبل الرصيف، اسالك على فواصل كوبري 6 اكتوبر. حضرتك بالنسبه لفواصل 6 اكتوبر، حضرتك المتهنك في اربع فواصل كانت قصيره، وسبق ودخلنا مع حضرتك مداخله من حوالي شهرين او شهر ونص، وعدنا حضرتك ان الفواصل دي هنشتغل فيها، وبالفعل احنا انتهينا من الفاصل لمطلع القادم من الجيزه ناحيه الجزيره، ده كان اكبر واخطر فاصل وتم ده انتهاءه بالكامل، وانتهينا الاسبوع الماضي دوت الخميس الثالث دوت الجمعه السبت من الفاصل الاعلى عبد المنعم رياض. الفاصلين دول بالفعل انتهى العمل فيهم، والاسبوع القادم ان شاء الله هنشتغل في الفاصل الاتجاه العكسي بقى المتجه الى الجيزه، فاصل عبد المنعم رياض، ثم الفاصل ناحيه الجزيره برضه متجه الى الجزيره. اه حضرتك طبعا الصور اللي احنا بنعرضها دي صور النهارده يا فندم، احنا نزلنا صورناها النهارده مخصوص اهو زي ما انت شايف اهو. تمام حضرتك، احنا متفقين الاتجاهين، الاتجاه القادم من الجيزه ده تم بالفعل ناحيه الجزيره وناحيه عبد المنعم رياض. اللي حضرتك شايفها دوت الفاصل الاتجاه الاخر عند عبد المنعم رياض وعند الجزيره في اتجاه النازل الى الجيزه، حضرتك هذه المنطقه هتبدا فيها العمل ان شاء الله هذا الاسبوع. لكن الاتجاه الاخر يعني احنا عشان نصلح الفواصل، احنا كنا بنتكلم مع حضرتك فعلا من شهرين او شهر ونص، الموضوع بياخد شهرين او ثلاثه يا باشمهندس؟ طبعا يا فندم حضرتك بالنسبه ل 6 اكتوبر كثافه الحركه عليه عاليه جدا، فما اقدرش اقفل الكوبري بالكامل، فبضطر ان انا اخد كل اتجاه مقسومه على حارتين، الحاره باخدها على اسبوعين، يعني حركه الفاصل الكبير اللي احنا خلصناه بتاع الجزيره قعد اربع اسابيع، هنشتغل خميس وجمعه وسبت ثلاث ايام في الاسبوع فقط لا غير، الايام اللي فيها الحركه متوسطه الى حد ما. فاخدنا الفاصل ده على اسبوعين كل اتجاه خدناه في اربع اسابيع. الفاصل بتاع عبد المنعم رياض خدناه في اسبوعين، خميس وجمعه وسبت وخميس وجمعه وسبت، وفي دول انتهم. الاسبوع اللي قادم ان شاء الله خميس وجمعه وسبت هنبدا في عبد المنعم رياض المتجه الى الجيزه، هناخده في اسبوعين، حاره نص الحاره والنص الحاره الاتجاه الاخر. بعد كده نبدا ان شاء الله في الفاصل الجزيره يعني قدامنا قد ايه يا باشمهندس كده ان شاء الله؟ ان شاء الله في خلال شهر يكون الفاصلين دول متين كمان بالكامل. الله. خلال شهر. طيب الرصيف بقى يا فندم، هل لدينا في مصر معايير هندسيه للرصيف؟ انا عايز اتفق مع حضرتك اولا ان احنا عندنا مشكله فعلا ازليه في موضوع الارصف. ده اللي احنا بدانا فعلا بالفعل، حتى لو طبيعه المشروعات الجديده اللي احنا بدانا نشتغل فيها بدانا نراعي كل المشاكل اللي جت من الساده المشاهدين في التقرير. حضرتك لو نزلت بالكاميرا في ميدان السيده سينا والسيده نفيسه اللي احنا انتهينا منهم مؤخرا، هتلاقي موضوع رمبات المعاقين في كل ناصيه. موجود رمب للمعاقين في الجزيره الطويله. ده فين يا فندم؟ فين بالظبط؟ في ميدان السيده زينب اللي احنا انتهينا منه مؤخرا. ميدان ايه؟ السيده زينب. السيده زينب، اوكي. ايوه يا فندم. طيب هنبعت كاميرا ونصور هذا الامر، بتقول لي ان الميدان بقى يعني هو الرصيف كامل كام المفروض يكون ارتفاع الرصيف؟ يعني ماكسيمم من 17 ل 20 سم. يعني له معيار يعني يعني طبعا 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 17 او 20 سم. طيب 17 ل 20 سم ده ماكسيمم. ليه بنلاقيه في اماكن بقى 5 و3 وبنلاقيه في اماكن 60 وكده؟ دي حركه 5 و3 دي ممكن يكون ده حضرتك رصيف قديم حصل عليه طبقات رصف متتاليه. ده عبد المنعم رياض يا فندم. ما هو قديم حضرتك، دي قديمه مش جديده. ده كل شويه بتلونوه. هو الرصيف نفسه حضرتك ما تحدثش. انا بقول لحضرتك الارجاعي حضرتك. طب والرصيف ال 60 سم ده يا فندم؟ طب انا اقول لحضرتك حاجه، الكاميرا بتاعتك موجوده برضه، ممكن حضرتك تنزلي شارع المرغني، احنا برضه لسه هذا المحور منتهيين منه الاسبوع الماضي، حضرتك خد الكاميرا بالكامل ومشيت محور المرغني، هتلاقي حضرتك ملتزمين بهذا الارتفاع 20 سم في طول الرصيف كله. طب هنعمل ايه في باقي الارصفه بقى؟ احنا بالفعل عاملين خطه حضرتك لتطوير الارصفه وسط العاصمه والشوارع الرئيسيه، فعلا بنعمل حلو تجديد بمعظم هذه الارصفه. شكرا للمهندس اشرف حلمي مدير مديريه الطرق والكباري محافظه القاهره.